مساء الخير. صحوة متأخرة عن الوهم الأوروبي، هكذا قال اللاجئون العائدون. في حلقة اليوم من هنا سوريا نفتح ملف الهجرة العكسية ونعرض شهادات حية ونسأل المختصين لتفسير هذه الظاهرة. وأخيرا، مادة في ملح الطعام تسبب عشرات حالات التسمم في مدينة زملكة بريف دمشق. ثلاثة أطفال من ذات العائلة أولى الضحايا، لكن كيف وصل السم إلى غذائهم؟ أهلا بكم إلى حلقة جديدة من هنا سوريا. أهلا بكم مجددا. لم يعثروا على أوروبا التي حلموا بها، فأداروا ظهورهم لأضغاث أحلامهم وعكسوا وجهتهم إلى تركيا بعد رحلتي ذهاب وعودة كادت تفقدهم حياتهم. نبدأ هذا الملف بشهادتي عبد الله وعبد الرحمن اللذين عاشا تجربة الهجرة العكسية. هذا التقرير سيكون أول أجزاء التحقيق الذي أعده الزميل مسلم السيد عيسى. يحاول عبد الله مدرس اللغة الإنجليزية نسيان عذاب أشهر طويلة في غربة قضاها وحيدا بعد أن هاجر إلى هولندا قبل سنتين، علّه يجد فيها ملاذا آمنا لأسرته التي تركها خلفه في تركيا وعاد إليها اليوم. كان طموحي أني طالع عائلتي وأسرتي وأولادي مشان دراسي ومشان يعني بعدهم عن الخطر الموجود، يعني شايفكي. تفاجأت أنا في واقع ما كنت أنا مصور الواقع بهالشكل هذا، يعني أنه أعيش أنا فترة سنتين تقريبا في أول شيء في كمبات، يعني في خيمي مع ثمان أشخاص. والثمان أشخاص قلت لك أنا أنه من في ناس من الحشد الشعبي وناس كل اللي تسكر، يعني الوضع كان صعب جدا. تأخر لم الشمل وأنا قدمت أول الكل، بتأخر لم الشمل وحتى سويت فحص دي إن إيه، شايف كيف؟ وبعد فحص الدي إن إيه ما طلعت النتيجة، خمس شهور بعد فحص الدي إن إيه ما طلعت النتيجة. في فوارق في التعامل، يعني في فوارق، يعني كان الأكراد كان أعطينا حق أكثر منا، هاي حقيقة. الأكثر كردي يا أخي خلال أربع شهور يكون أموره كلها جاهزة. لم يعثروا على أوروبا التي حلموا بها وعادوا بشكل عكسي إلى تركيا بعد رحلتي الذهاب والعودة بطرق كادت تفقدهم حياتهم. أول سبب كان منعي من لم الشمل، ثاني سبب أنا ذهبت مع خالتي هناك لكن فصلوني عنها، فسكنت ببيت قاصرين ومنعوني من أي أني ألم شمل أهلي وأني أعيش مع أحد من أقربائي. كيف بقدر قاصر يغادر ألمانيا لليونان بدون ما ينسأل وين جوازه أو وين هويته؟ فغادرت من ألمانيا لليونان، ومن اليونان على الحدود على القرى الحدودية مسكتني الشرطة اليونانية هناك مرتين، فسمحوا لي أني أغادر حتى اليونان بطريقة غير شرعية بدون ما يحكم أي شيء. وطلبت جوازي من الأوسلندر، جوازي السوري. الأوسلندر هي منظمة مشان اللاجئين اللي بألمانيا، فمنعوني من يعطوني جوازي السوري. وحول موضوع الهجرة العكسية سيكون معنا مجموعة من الضيوف. نبدأ بالسيد عبد الله حاج علي وهو لاجئ عائد من هولندا إلى تركيا، معنا من الريحانية أيضا الصحفي المهتم بشؤون اللاجئين السيد عبو الحسو معنا من غازي عنتاب. لاحقا سينضم إلينا رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية الأستاذ أنور البني معنا من برلين، وأيضا سينضم إلينا لاجئ سوري يفكر بالعودة من ألمانيا وهو السيد إيهاب محمد. يعني سأبدأ معهم تباعا، أبدأ من السيد عبد الله حاج علي وهو كان قد ظهر في تقرير الزميل مسلم. مساء الخير سيد عبد الله، وإذا بتبلش يعني بتخبرنا عن تجربتك. أهلا وسهلا. أهلا فيك. تجربتك من البدايات، من وقت ما اتخذت قرار وسهلا الهجرة إلى الوقت الذي قررت فيه العودة إلى تركيا. أي نعم، أنا اتخذت قرار الهجرة، منعرف نحن كلياتنا لاجئين يعني، وأردت أنه
الحياة الأفضل في أوروبا من أجل دراسة أطفالي، مشان أدرس أطفالي ومشان الحياة الكريمة يعني. نعم. في أوروبا، ولكن الأمور كانت يعني تجري بما لا تشتهي السفن يعني. نعم. طيب سيد، ركبة يعني طلعت من أزمير. نعم. نعم تفضلي. لا تفضل كمل. فطلعت من أزمير وخاطرت بحياتي، وكانت رحلة صعبة جدا، وطلعت يعني نهار كان عيد الأضحى في الساعة 5 الصبح، طلعت ركبت البحر بقارب صغير، وتعرضت لمشاكل كثيرة وكدنا نغرق يعني. نعم. وصلنا إلى اليونان، وكانت رحلة قاسية جدا. ووصلنا اليونان وبعدها ركبنا الباصات وركبنا القطارات، المهم وصلت إلى هولندا. طيب وكانت قبل رحلة الحديث قاسية جدا. نعم. ومتعبة جدا يعني. قبل الحديث عن وقتك بهولندا. نعم. كيف كان؟ خلينا نحكي، هل هذا القرار، بما أنه هو ليس بقرار فردي وحضرتك صاحب عائلة وأب ولديك زوجة، وهذا كان أحد الأسباب كما ذكرت. نعم، أنا عندي أربع أطفال يعني. عندي كما أربع ذكرت أطفال. في التقرير. نعم، نعم يعني هذا قرار اللجوء إلى أوروبا كان بالاتفاق مع عائلتك، يعني اتفقتوا أنه أنت لازم تروح وبعدين بتبعت لهم لم شمل بناء على تجارب أصدقاء أو معارف؟ أكيد أنا اتفقت مع الحياة بشكل عام هون في تركيا. يعني بالنسبة لي أنا عندي أربع أطفال، يعني كان تدريس أطفالي كان عندي شيء الأساسي يعني. نعم. شايف شلون؟ والحياة الكريمة يعني، وهارب من الحرب، ويعني إني أجد مكان آمن لأطفالي. نعم. هذا اللي كان هدفي الأساسي، ولكن الأمور مشت غير هيك. نعم. نعم. طيب حضرتك يعني بعد ما اتخذت هذا القرار كان باتفاق ومشيت كنت متفق مع عيلتي ومع أسرتي أنه أنا راح أطلع. نعم. نعم. ومشيت فيه ووصلت لأوروبا. فضلي. وصلت على هولندا، قعدت بمخيمات. وصلت إلى نعم. نعم، وقعدت في مخيم بنايميخن. نعم. في مدينة اسمها نايميخن، وكان عبارة عن خيام. كان عبارة عن خيام وكان سيء جدا. نعم. مع أنه في أشخاص ساعدونا من الناس الهولنديين، يعني كانوا في ناس وقفوا جنبنا، ولكن مع الأسف أنه يعني كانت الإقامة سيئة جدا هناك في المخيم. كان نعم. سيء جدا. المخيم عبارة عن خيمة قاعدين فيها ثمان أشخاص. نعم. ثمان أشخاص ما بتعرف يعني الأشخاص اللي موجودين معك شو طبيعة هذا الإنسان. أغلبيتهم كانوا من العراق، من العراق، وكل الليل يعني كان وضع سيء جدا. كانوا سكر بالليل، محل بيع خمر في الغرفة، شايف كيف؟ فكان الأمر سيء جدا بالنسبة لي. يعني أنا ما أنا متعود على الوضع هذا، أنا أطمح لشيء وأجد شيء آخر. نعم. إذا يعني وصولك إلى هناك كان مخيب للتوقعات. نعم. يعني كان عندك توقعات معينة خابت هذه التوقعات. يعني اللي كان كنت مفكر إني. نعم. رايح، أنا كنت مفكر منتقل يعني من الجحيم إلى الجنة. نعم. وكان هذا يعني الحكي غير صحيح، ولذلك مع الأسف. نعم. ظلينا بهذا المخيم حوالي 6 أشهر، يعني مو يوم أو يومين. نعم. يعني 6 أشهر مع ناس كل الليل ما تقدر تنام، يعني بدي أنام، بدي أرتاح بالليل، ما أقدر. نعم. أنام. طيب يعني سيد عبد الله، كل الليل يعني لحتى نستخدم الوقت بالطريقة الأمثل. نعم. بالأصل نعم. أنا طالع. تفضلي. نعم يعني. نعم. فقط لنستخدم الوقت، بدي منك تلخص لي يعني بأكثر طريقة ممكنة مجموعة الأسباب اللي خلتك تتخذ قرار العودة على الرغم من صعوبة هذا القرار أيضا. أولا لم الشمل ما. نعم. مع أنه أنا أول واحد بيأخذ الإقامة تقريبا من دفعتي كنت أنا، ولكن لم الشمل ما. نعم. ما مشي حاله. نعم. ثاني شغلي يعني الانحياز نحو الأكراد. نعم. أنا كمان هذا كنت أتأثر فيه تدريجيا. نعم. أتأثر فيه تدريجيا، ما كان يعجبني الوضع هذا. نعم. ثاني شغلي الـ الـ الـ
الفسق اللي موجود غاد يعني. نعم. الشغلات ما أنا متعود عليها أنا يعني في. نعم. شفت شيء شغلات يعني. يعني حالة من الصدمة ثقافية. أطفالي ما أنا مستعد أخلي أطفالي أنا تشوفها. نعم. سيد عبد الله أنا بدي إياك تبقى معنا لحتى نتابع محاور هذا الموضوع. سنتابع جزء آخر من تقرير الزميل مسلم السيد عيسى الذي يتحدث عن عدم وجود أرقام دقيقة عن ظاهرة الهجرة العكسية، ولكن بعض الإحصاءات الأممية تفصح عن ارتفاع أعداد اللاجئين المغادرين من دول اللجوء الأوروبية. مجددا مع زميل مسلم السيد عيسى. مع نهاية العام الماضي ووفقا لتقارير أممية، فإن أعداد السوريين اللاجئين المسجلين في دول الاتحاد الأوروبي فاقت 900,000 لاجئ سوري، نصفهم دون سن 18 عاما، بالمقابل 80% منهم وصلوا بطرق غير شرعية وعبر هذا البحر. بالمقابل تم توطين أكثر من 225,000 لاجئ سوري في دول الاتحاد الأوروبي، كما تم إيقاف 12,000 طلب للجوء داخل هذه الدول، وتم سحب الإقامات الدائمة لأصحاب هذه القرارات. بالمقابل سحب نحو 300 لاجئ سوري طلبات اللجوء من دولة الدنمارك وعادوا وفق الهجرة العكسية، إضافة إلى العائدين من ألمانيا والسويد، حيث بلغ عدد اللاجئين نحو 1,000 لاجئ سوري يعودون بشكل عكسي من الاتحاد الأوروبي وإلى تركيا أو سوريا عبر طرق التهريب أيضا. ومع نهاية العام الماضي عاد نحو 55,000 لاجئ سوري من ألمانيا وإلى تركيا أو سوريا، وكلهم عبر طرق التهريب والطرق الغير شرعية، وتلك هي قصة أخرى. وعلى هذه الصخور تحطمت أحلام عبد الرحمن، كما آلاف المهاجرين الذين يعودون من دول الاتحاد الأوروبي بشكل شهري نتيجة اختلاف شكل الحياة الثقافية والدينية، وكذلك العديد من الأسباب الحقوقية لهم كلاجئين. عودة اللاجئين مرتبط بشيئين اثنين، بعودة الاستقرار وبالمناخ، بحكم انه الهجرة عم بتتم غير شرعية، فلذلك عم بيكون هناك مشي لساعات طويلة جدا في ظروف مناخية صعبة، واحيانا يكون في قطع مياه او قطع مياه انهار، فلذلك فصل الشتاء بتخف، لكن فصل الربيع والصيف عموما تزداد الاعداد. فاذا دول الاتحاد الاوروبي تشجع العودة طوعية الى بلدان الاساسية التي اتوا منها بمقابل حوافز مادية تساعدهم وتعينهم الى على العودة. مثلا المانيا بعد توقيع الاتفاقية مع تركيا، دول الاتحاد الأوروبي مع تركيا حول اللاجئين، صدر القرار بما يسمى إقامة المؤقتة والإقامة السنوية. هذه الإقامة تعطى لمدة عام واحد وقابلة للتجديد، لكن بشرط في حال انتهاء الحرب في البلاد التي أتوا منها ومنها سوريا يجب أن يعودوا إلى بلادهم. وأيضا الإقامة السنوية لا تجيز للاجئ باستخدام عائلته ولم شملهم إلى ألمانيا. يعود المهاجرون السوريون إلى تركيا عبر طرق غير شرعية من خلال السماح لمن يود العودة بتجاوز الحدود اليونانية بدون أي إثباتات شخصية، ما يعرض حياة الآلاف من اللاجئين لمخاطر الخطف وتجارة البشر بين هذه الحدود. وفي ملف الهجرة العكسية ينضم إلينا الصحفي المهتم بشؤون اللاجئين السيد عبو الحسو، معنا من غازي عنتاب. مساء الخير سيد عبو، تابعناك بالتقرير وذكرت بأنه دول الاتحاد الأوروبي تشجع على عودة اللاجئين، وذكر السيد عبد الله بأنه اللي شجعوا على العودة هو تأخر لم الشمل، الانحياز من قبل يعني السلطات لتسوية أوضاع جنسيات معينة على حساب آخرين، وأيضا الإقامة السيئة. كصحفي متابع لشؤون اللاجئين، هل الوضع الذي عادوا إليه هو أفضل حالا مما تركوه، أو يعني كيف تصنف حالهم بعدما عادوا؟ يعني مثل ما ذكر الأخ الذي ذهب إلى هولندا، بالفعل توقع كثير من اللاجئين
بأنهم عندما غادروا تركيا أو سوريا ذاهبين إلى أوروبا كأنهم غادروا الجحيم إلى النعيم، لكن مع مرور الزمن وخلال فترة قصيرة اكتشفوا بأن هذا النعيم ليس إلا جحيما جديدا لكن بشكل آخر. طبعا كثير من السوريين لم يستطيعوا التأقلم مع الحياة في أوروبا لعدة أسباب، وقرروا كثير عدد منهم بالعودة مجددا إلى تركيا أو إلى سوريا. نعم. من هذه الأسباب هي فترة الإقاء، فترة الحصول على اللجوء، يعني أحيانا يمتد الحصول على اللجوء من 6 أشهر حتى سنتين، ويقيمون في معسكرات أو في مخيمات تحوي جنسيات مختلفة وأثنيات مختلفة وأديان مختلفة. علاوة على ذلك هناك كثير ممن يؤيد نظام بشار الأسد، فلذلك هذا عامل ضغط نفسي كبير جدا على اللاجئين المقيمين في المخيمات، ووجود مشاكل كثيرة أيضا من باب شرب الخمر ومشاكل أخلاقية تحدث في هذه المخيمات. فهذه الأسباب، تأخر هذه الأسباب وتأخر لم الشمل بالنسبة للعائلات، حتى بعد صدور قرار لم الشمل أحيانا بعض العائلات يصعب عليها الحصول على وثائق حتى تسافر، أو حتى الدخول إلى تركيا لإجراء مقابلات في السفارات أحيانا، مقابلات لم الشمل أيضا أسباب كلها تؤدي مجتمعة إلى اتخاذ قرار العودة. نعم، ولكن سيد عبو، يعني أيضا المخيمات في دول الجوار، لنتحدث عن لبنان والأردن، هي ليست أفضل حالا من المخيمات المتواجدة، أو خلينا نقول المخيمات في أوروبا هي أفضل حال بكثير من مخيمات لبنان والأردن، كما أن هذه الحالة من الممكن أن تحرم أشخاص هم فعلا يعني بحاجة لأن يذهبوا إلى أوروبا وهم أكثر قدرة على التكيف. بالتأكيد هناك مخيمات سيئة، لكن وجود الشخص بشكل منفرد أحيانا بعيدا عن عائلته الذي لو كان في موجودون معه لربما خفف من وطأة العامل النفسي والمحيط، لكن وجود الشخص لمفرده وفي وسط غريب عنه من ناحية اللغة أحيانا والدين وأحيانا العرق، وهناك وجود تمييز كبير ضد بعض السوريين الموجودين، كل هذه العوامل من الصعب على الشخص أن يتكيف. إضافة على ذلك أحيانا عامل المناخ بحد ذاته عامل منفر، لأن يطول فترة الشتاء والشتاء القاسي جدا في أوروبا. يعني أنا أذكر أحد أصدقائي كان في السويد أتى بشكل غير شرعي إلى تركيا في إجازة وعاد بشكل شرعي، سألته لماذا عدت إلى تركيا؟ قال لقد اختنقت، هناك الثلج يغطي الشوارع والبيوت لمدة 7 أشهر في السنة، فلا أستطيع تحمل ذلك. نعم. طول الليل أحيانا الليل يمتد إلى 12-13 ساعة، جسديا قال لي لا أستطيع التأقلم مع هذه الحياة. نعم. بلادنا بلاد مشمسة، طبيعة فيها جميلة، فالحياة في أسهل، لكن في الغرب إجمالا الطبيعة غير مناسبة لمعيشتنا. نعم، سينضم إلينا رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية الأستاذ أنور البني. مساء الخير أستاذ أنور. يعني قبل ما نبلش بالحديث معك رح نتابع معا جزء من تقرير الزميل مسلم السيد عيسى يلي فيه الشاب سليمان، وهو شاب سوري لجأ إلى ألمانيا في منتصف عام 2015، لكنه اليوم يفكر بالعودة من حيث أتى، يعني إلى سوريا مجددا. دعونا نشاهد معا لماذا. سليمان واحد من اللاجئين في ألمانيا والذي يستعد للعودة إلى تركيا إذا استمر منعه من لم شمل أسرته. يعني عم فكر بالعودة، يعني أنا من منتصف 2015 في ألمانيا كويس لغاية أن حصلت على إقامة ثانوية وعندي لم شمل كويس وصابر لغاية 2018. فهلا في قرارات جديدة من الحكومة الألمانية بأنه ممكن يعني يلغوا لم الشمل نهائيا بعد كل هالانتظار هذا 2.5 سنين، وافقنا على الحماية الثانوية وممكن كل انتظارنا يروح هباء منثورا. طريق رحلة الأحلام الذي بدأ من تركيا ينتهي فيها أيضا لمئات العوائل السورية المهاجرة عكسيا. لأورينت نيوز، مسلم سيد عيسى، الحدود التركية السورية. We'll be right back.
أستاذ أنور، يعني تابعت معنا حالة الشاب سليمان الذي يعني تخوفا من إلغاء إجراءات لم الشمل يفكر بالعودة إلى سوريا، هل فعلا هناك هذا النوع من القرارات أم أنها بيروقراطية ألمانيا أو دول أوروبا الأخرى التي تدفع الآخرين للعودة؟ أولا مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. لا، في الحقيقة هناك مشكلة حقيقية، وهذه المشكلة أصبحت موضوع تجاذب داخلي في كل البلدان الأوروبية وفي ألمانيا خصوصا، حتى أن موضوع لم الشمل هو كان أحد العقبات الأساسية التي كانت بين الأحزاب في اجتماعاتها لتأليف الحكومة، وتأخر تأليف الحكومة الألمانية حتى الآن بسبب موضوع لم الشمل ومدى السماح أو عدم السماح بموضوع لم الشمل. نعم. وبالتالي هناك مشكلة قانونية فعلا وليست مجرد تجاذب أحاديث. نعم. موضوع العودة لا يتعلق فقط بهذه المسألة فقط، كما قال الزميل هناك عدة أسباب تتعلق بموضوع عودة اللاجئين إلى تركيا أو بعضهم إلى سوريا إلى مناطق خارج سيطرة النظام، وبعضهم إلى مناطق سيطرة النظام الذين فعلا هم قدموا مناطق سيطرة النظام وليس عليهم إشكاليات أساسا. نعم. ربما يأخذون إقامة في ألمانيا ويعودون إلى سوريا إلى مناطق سيطرة النظام ومعهم إقامة موجودة. هذه مشكلة حقيقية. كذلك موضوع الطقس كما تذكر، والمناخ وحالات الاكتئاب. صحيح، كما ذكر السيد عبو، أكثر من حالة انتحار. نعم. حصلت في أوروبا نتيجة الاكتئاب الذي يطال المهاجرين وخاصة الوحيدين. نعم. أيضا عن الذين ينتظرون لم شملهم، حتى الشباب الوحيدين الذين غير متزوجين ولا ينتظرون لم شمل يصابون بحالات الاكتئاب، وهذه مسألة لها علاقة كذلك فيزيولوجية مرضية، باعتبار أن نحن من منطقة الشرق الأوسط لدينا فائض في فيتامين دال، ونقص الفيتامين دال الذي يمكن أن يأخذه المواطن السوري في أوروبا يؤثر على حالة الاكتئاب بشكل كبير. نعم. وهذا يؤدي إلى اكتئاب. هناك. نعم. عدة أسباب حقيقة وراء تفكير البعض في العودة. نعم. يعني أستاذ أنور، هل ترى أن ارتفاع سقف التوقعات للاجئين الذين يعني يقرروا الذهاب إلى أوروبا هو السبب في الهجرة المعاكسة؟ أعتقد أن التوقعات أساسا لم تكن، السوريين هربوا من الموت، لم يهربوا بسبب تحسين وضعهم الاقتصادي أو المعيشي. طبعا كان لديهم توقعات أن على الأقل أن هناك حد أدنى من الحياة مضمون في أوروبا. نعم. هذا الحد الأدنى من الحياة المضمون في أوروبا كان حلم لكثيرين كانوا يعيشون في مخيمات في تركيا أو في لبنان أو غيرها. نعم. كان حلم أن يحصل على حد أدنى من الحياة، على سقف، لكن هذا السقف ليس هو كل الدنيا. هذا السقف وهذا الأمان يحتاج إلى أمان نفسي وإلى أمان عاطفي مع العائلة وإلى أمان بالتحرك دون قيود، والتعود على لغة جديدة وعلى قوانين جديدة لا يعرفها ويجهلها اللاجئ، ولا يعذر إن كان لا يعرفها، لأن القانون يطبق على الجميع بغض النظر إن كان يعرفه أو لا يعرفه. طالما. نعم. هو يعيش في هذه البلد فهو يتوجب عليه أن يعرف القانون. نعم. وبالتالي حتى يعرف القانون ويتعلم اللغة تأخذ وقتا طويلا، خلالها يعاني اللاجئ كثيرا في موضوع التأقلم مع القوانين ومع الحالة الاجتماعية، إذا عن البيئة الاجتماعية. يعني البيئة الاجتماعية التي تربينا عليها في سوريا هي تختلف بشكل كبير عن البيئة الاجتماعية والثقافية التي هنا في أوروبا، وبالتالي تختلف التقاليد والعادات وتختلف طرق التعامل مع محرمات كانت في سوريا. هذه المسألة كذلك تؤثر على اللاجئين، وخاصة الذين لديهم أطفال ويشعرون بأنهم يفقدونهم نفسيا إن لم يكن جسديا كما حصل في السويد منذ أيام أمس. يشعرون. نعم. بأنهم يفقدون نفسيا ويفقدون ارتباطهم بهم. نعم. طيب أعود إليك مجددا سيد عبد الله حاج علي، اليوم أنت في غازي عنتاب أو في الريحانية، كيف يبدو شكل الحياة؟ يعني هل اندمت على قرار العودة؟ هل تمنيت أنك رجعت من أول لحظة وصلت فيها على هولندا؟ كيف الوضع هلأ عندك؟ أنا ما أنا متندم أنه أنا أرجع، ما أنا مطلقا ما أنا متندم أنه أنا أتخذ قرار بالرجوع وجلوس هنا في تركيا. نعم. أنا موجود في أنطاكيا الآن،
وانا مرتاح مع اسرتي مع ابنائي. صح الحياه صعبه، شايف شلون الامور، الحياه صعبه، ولكن مرتاح نفسيا يعني مع اولادي مع اسرتي، ومرتاح نفسيا يعني المناظر اللي كنت اشوفها غاد ما عم اشوفها. ثاني شغلي يعني شرب المسكرات، الخمور، الحشيش، هاي الامور كلياتها مع ما اشوفها يعني بعيوني هلا. نعم. وعم شم ريحه يعني، ولكن يعني تركيا تعتبر قريبه من انفتاح اوروبا، يعني هذه المواضيع في دوله علمانيه زي تركيا هي متواجده. لا انا موجود في ضيعه اسمها نارليجا جنب انطاكيا، والحمد لله يعني الامور كويسه جدا يعني بهالناحيه. نعم. ولكن الحياه شوي يعني صعبه، ولكن الحمد لله مرتاح. يعني قصدك انه الخيارات تبع الحياه اللي بتناسبك او بتناسب العادات والتقاليد تبع السوريين من الممكن انه تلاقيها في تركيا؟ طبعا عاداتهم. نعم. وتقاليدهم هنا أقرب في تركيا لألنا. متشابهه تقريبا مثل عاداتنا وتقاليدنا. نعم. طيب سيد عبد الله، يعني نعم. في هولندا كان الوضع مختلف جدا. تماما معك حق. سيد عبد الله، انت قررت ورجعت، ولكن معنا عبر الهاتف لاجئ سوري في برلين وهو السيد إيهاب محمد، اليوم هو يفكر في العودة. مساء الخير سيد إيهاب. مساء النور، يسعد مساكي. لساتك عم اخذ قرار الرجعة ولا لسه عم تدرسه بينك وبين حالك؟ هلا فيك تحكي. اول شيء مساء النور، اهلا فيك عليك وعلى كل الموجودين. اهلا فيك. تقريبا صار 80% انه صرت دارس القرار، واصل لحد 80% انه بدي ارجع خلاص. نعم. طيب شو هي الاسباب اللي دفعتك لحتى تتخذ هذا القرار سيد ايهاب؟ الاسباب هي انه انا لاجئ سوري صار لي بالمانيا سنتين. نعم. انا جيت لالمانيا عن طريق البحر، عبر رحله ضلت البحر 8 ساعات، احتمال الغرق كان كبير، يعني نجينا بعجوبه. نعم. وصلت المانيا بشهر 11 2015. طبعا قدمت لجوء، انا كنا تقريبا اللي كنا شي 12 شخص قدمنا مع بعض. بتفاجئ بعد ما عملت المقابله انه انا الوحيد اللي اجاني ترحيل على كرواتيا. نعم. انا الشخص الوحيد اللي عندي بصمه بكرواتيا، والاشخاص الباقيين كلهم اجتهم الاقامه بالمانيا. نعم. راجعت امور وهالحكي، وحكيت انه راجعت قدمت طلب للاستندر، كيف انا اجاني الطلب والباقيين اجوا كلهم معي؟ هل انت عندك بصمه بكرواتيا بدك تترحل؟ ضلت هاي الامور انه اروح وارجع اشوف محاميين هيك لشهر 11 السنه الماضيه. نعم. اعطوني قرار انه انت هلا لازم تغادر البلد خلال 17 يوم. على كرواتيا. على كرواتيا. نعم. طبعا انا ما بدي اروح على كرواتيا، انا كرواتيا دولة فقيرة، أهل كرواتيا بيهربوا منها مشان يجوا ألمانيا يشتغلوا. نعم. أنا كيف بدي أروح أعيش بمنطقة ما عم تستقبل لاجئين، غصب من عنا عم تستقبل، مجرد خوف من ألمانيا عم تستقبل لاجئين. نعم. فقلت له أنا ما بدي أرجع، قال أنت بدك ترجع، وإذا ما رجعت لحنا غصب عنك رح ناخذك ونرجعك. قلت لهم طيب ماشي. نعم. خلال هاي السنة أنا اختفيت. نعم. صار لي مختفي سنة بألمانيا. نعم. يعني حاليا هو أنت قرارك كما ذكرت بأول حديثك 80% مقرر ترجع. اسمح لي أرجع لك بالحديث، ولكن يعني سأسأل السيد أو الأستاذ أنور البني. أستاذ أنور، هل تعتقد بأن ما يجري اليوم من حالات العودة من الممكن أن تتحول ظاهرة، وبأنه الأرقام تبلش تصير أكبر مما هو مما نعرفه اليوم؟ لا لا، ابدا ابدا، هي لن تكون ظاهره، هي حالات فرديه حتى الان، واعتقد انها ستبقى فرديه ما لم يحل الوضع السوري. اذا احل الوضع السوري، اذا 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 ابتدات سوريا وذهبت الطغمه الحاكمه القاتله المجرمه، واطمأن السوري الى انه سيعود الى وطنه غير خائف من الاعتقال او الموت او او او, أو تحت البراميل او غيره، فان معظم اعتقد بان اكثر من 60% من السوريين سيعودون طوعا. نعم. لكن حتى الان اعتقد بان هذه المساله حالات فرديه لن تتجاوز ذلك ولن تصبح ظاهره طالما ان الموت في سوريا ينتظر اللاجئ العائد. وفي تركيا كذلك فرص العمل اقل، ليس هناك مساعدات، هناك فرص عمل ولكنها لا يمكنها أن تستوعب اللاجئين الموجودين في تركيا أساساً حتى يستطيع أن تستوعب لاجئين عائدين من أوروبا. نعم. وبالتالي أعتقد بأنها ستبقى فردية وستظل غير لا تشكل ظاهرة طالما أن الوضع في سوريا سيبقى على ما هو، ولا أعتقد أنها سيكون طويلاً.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، كنت معنا من برلين. أعود إلى ضيوفي وتحديدا الصحفي عبو الحسو. سيد عبو، يعني بما أنك مهتم بشؤون اللاجئين، كيف تبدو أوضاع من اتخذ قرار العودة وعاد إلى تركيا أو عاد إلى سوريا؟ هل يعني هل هناك من قرر العودة إلى أوروبا مرة أخرى؟ لا طبعا، يعني من اتخذ قرار العودة بالتأكيد يعني فكر كثيرا قبل أن يعود. نعم، لكن من عاد ليس نادما بالتأكيد. أنا هناك حالات أعرفها، نعم، عادوا وتم شمل العائلة من جديد إن كان في تركيا أو في سوريا، أو استقدم عائلته إلى تركيا، نعم، ويعيشون بشكل جيد رغم الصعوبات الموجودة في تركيا. وأنا أعتقد بأن تركيا لو سمحت بإعطاء الفيز وتأشيرات الدخول إليها للسوريين الموجودين في أوروبا، فبالتأكيد ستكون هناك أعداد كبيرة ستعود. لكن عودة اللاجئين من أوروبا وإقامتهم في تركيا من جديد ومشاكل قانونية في الإقامة وعدم إعطائهم كملك وعدم سماح لهم بالعودة بشكل شرعي تبقى في إطار الحالات الفردية، لكن لو تركيا فتحت أبوابها وأعطت يعني عودة تأشيرات دخول فبالتأكيد هناك ستكون أعداد كبيرة. وأنا أعرف كثير من السوريين، خاصة بعد إعطاء تركيا الجنسية استثنائية لكثير من السوريين، كثير من الكفاءات الموجودة في أوروبا تفكر بالعودة إلى تركيا، لكن لا تضمن بأن يعطى لهم جنسية كما أعطيت لأقرانهم الموجودون في تركيا. فلذلك أعتقد بأن الأيام القادمة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه أو في حال وجود حل سياسي كما نلاحظ، نعم، وجود اجتماعات كثيرة، نعم، هذه الأيام وعودة الاستقرار إلى سوريا، ستكون هناك مجموعات كبيرة كما ذكر الأستاذ أنور البني إلى تركيا أو تماما إلى سوريا. يعني ذكر الأستاذ أنور أنه 60% من السوريين المتواجدين في أوروبا وقراهم. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد عبو الحسو الصحفي المهتم بشؤون اللاجئين، كنت معنا من غازي عنتاب. السيد عبد الله حاج علي، نتمنى لك التوفيق بحياتك الجديدة في أنطاكيا والسلامة لأطفالك، وإن شاء الله القرار اللي اتخذته يكون فعلا لمصلحة هؤلاء الأطفال. شكرا جزيلا لك عبد الله حاج علي، لاجئ عائد من هولندا إلى تركيا، كنت معنا من الريحانية. وكان معنا عبر الهاتف السيد إيهاب محمد، لاجئ سوري في برلين كان يفكر بالعودة. أشكرك جزيل الشكر إيهاب محمد. بهذا نصل إلى ختام هذا المحور من هنا سوريا، نلقاكم بعد الفاصل.